قبل أن أبدأ هذا الحفل مرت علينا ذكرى البارحة، ذكرى رحيل الشهيد الواجب والوطن علي جواد أبو حمد. لا بأس أن نتذكره في هذه الليلة بقراءة سورة الفاتحة على روحه وأرواح شيعة أمير المؤمنين وخدمة الحسين، مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. ما زال قلبي نبضه يحييني ودم المحبة لم يزل يعطيني ما زال قلبي نبضه يحييني ودم المحبة لم يزل يعطيني فسوى كلام العشق لا لن أستمع يوما وغير الصدق لا يغنيني وعن الذي كرها يدق بقلبي في غربتي عن حقده خليني ما عدت أنظر للذي ما عدت أنظر للذي في خنجر ظهري أصاب ولم يعد يعنيني أبقى أسير بخدمتي وعقيدتي فأنا تعلمت الإباء من ديني قلبي يطير حمامة قلبي يطير حمامة ضوئية ولمكة في فرحة يرميني فأنا نبي والحبيب محمد. ما شاء الله ما شاء الله. كأس المحبة عشقه يرويني أعطيه صوتي كلمتي أنشودتي وغدا شفاعة عطفه يعطيني وببعض من عطر الكساء وقدسي وبكفه الرحمن إذ يحويني يا خاتم العطر المقدس والرؤى أختم أختم بحبك يا رحيم انت وعلي وياك علي وياك علي ضدك رحيم انت وعلي وياك بنية الدين وبصرحة علي وياك اي علي وياك احيرا اللي يشكل وقعة علي وياك مثل ظلك صبح حامي حامل حمية صلوات ويقول خادم علي ضدك رحيم انت وعلي وياك
شاعر واثق العيساوي. بنيت الدين وبصرحة على وياك حيرة ليش ليش حيرة ليش كل وقعة على وياك مثل ظلك صبح حامي الحمية. ويقول أحير وحيرتي أنشد عليها عمي وأشوف الراية بجفوفه عليها منو إذا تحمل حرب إلها عليها عليها يقرعينك بضرباته بضربات الأبي صلوات يا عمي روح اللي توافيكم لها من وذوبا يا النبي بحبك لها من الجيوش اللي كانت ضدك لها من سوى صولة فقار الطالبية